طيب أنا لاحظت ملاحظة أسر. هل هي فراسة؟ وبعضهم يقول لا يستخدمون جن، في محبرين يستخدمون جن. اللهم صل على حبيبنا، هي فراسة. ذكر ابن تيمية في كتاب الروح كلام جميل حول المسألة هذه، إيه؟ خاصة المعبرين في قضايا السحر والسحر. قال على المحبر الحاذق أن يتأنى. بعض المعبرين يسأل واحد يعلمه من مكان السحر، يتوقع لها من دهاء، والشيطان هو اللي علمه، القرين هو اللي علمه، مثل ما ذكر ابن تيمية. وقال بعض الناس يعني المعبر مثل الشيطان يعلمه، نعم كذا، نعم، يحسب لها، يخدع، نعم يخدع، وقد أصيب، يحسب لنا من دهاء وهو من الشيطان. ولهذا على المعبر أذكار الصباح والمساء، وصلاة الفجر في جماعة، محافظة على الصلوات، هذه أهم شيء. يجاهد نفسه بالذكر، لأن قد يدخل الشيطان فيه. وقد يدخل بعد، وهذه مرت علينا، المصاب بالسحر قد يكون كثر الدعاء والرقية في ضائق، الشيطان بيطلع في له رؤية محل السحر. نفس الطريقة تأتي هذه. يعني استخدام الجن، طيب يقول لك بعضهم يستخدم الجن، أسف موجود، أسف موجود. شخص يكلمني يقول كنا تحت المعبرين بالتلفون، الرجل يقول لي أنا كان أنا بعبر لك بس وخر يدك عن شعر زوجتك. وش الكلام هذا؟ وخر يدك عن شعر زوجتك؟ أوهو، شو الكلام هذا؟ هذا وش هذا؟ هذا اللي خلى الناس يصاح يمتهنون العلم، دخل فيه منهب ودب. يا أخي هذا علم عظيم، هذا علم رباني. بعض الناس لا يرى الرؤى، هذه مشكلة. أما لا ترى المعبرين، هذا بينك وبين المعبرين، بس لا ترى الرؤى. الرؤى هذا حكم شرعي، هذا فيه قال الله وقال رسوله، كانت تنكر شيء. أيوة، يفرق بين المعبر وبين الرؤى. نعم، كعلم، العلم في قال الله وقال رسوله. تخيل هذا يقول وخلدك عن شعر زوجك قبل ما أعبر لك، أو يدخل في أشياء معينة، أو يدخل في أشياء معينة، أو يتكلم بسفاسف الأمور. يعني رجولة ما تنطق، كيف يعني ديانة؟ فلا بد انتبه الامر هذا. طيب ليش انا ما افسر بنفسي دام ان تقاعد فسرت؟ هل معقول ممكن افسر بنفسي؟ نعم، ذكر بعض العلماء ان صاحب الرؤيا، صاحب الرؤيا هو الاجدر بتفسير الرؤى، هو اعلم بحاله. صاحب الرؤيا هو اعلم بحاله في تفسير الرؤيا، لان الرؤيا ثلاثه: رؤيا يعرفها عامه الناس، رؤيا يعرفها من كان لها علم بسيط، ورؤيا لا يفككها الا المعبرون. يهو، عرفت؟ يعني هي طبقات درجات، طبقات درجات. نعم نعم، طبقات درجات. يعني لو كنا أعبر نفسي أنت رؤياك. نعم 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 نعم، كثير مر علي، كثير كثير جدا جدا، كثير جدا جدا. طيب، وقد يكون ولا يعني السلام. وقد يكون أنا معبر الرؤية ما أقدر أعبرها، لازم أسمع معبر ثاني، فتسأل آخر. نعم، هذه مرت معك، وهذه مرت معي أنا. ما ظهر لي شيء. هذا دليل ان كلام ليس قرآن منزل، رؤى ليس قرآن منزل، وصدقت والله اعلم. انا الرؤيا ما يظهر لي شيء فيها، مبهمه. ثم عبرت عند اخر، سبحان الله، ثم عبرت عند اخر. طيب.